رجعنا من جديد في فير بلاي. اكيد قمنا اليوم الصباح على خبر مؤسف شويه، وفاه صالح القادري، رمز من رموز الاعلام في تونس، خدم قبل في كان رئيس تحرير جريده الصحافه، في ايضا كان مسؤول على قسم الرياضه في صحيفه بطبيعه الصحافه، كان قسم مميز جدا في وقتها، ايضا كان مسؤول على قسم الرياضه في قناه حنبا، خدم في الاحد الرياضي، الاثنين الرياضي، السبت الرياضي، مسيره كبيره وحافله، ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر كل عائلته. حبينا نعملوا نوع من لمسه وفاء، ولو اني ما تكفيش حقه الراجل هذا. تقريبا اليوم التدوينات في صفحات التواصل الاجتماعي نشوفوا كان تدوينات على السيد هذا، الشيء اللي يوري محبه العباد لصالح القادري، من العباد اللي خدمت معاه وتعرفوا منيح السي صالح القادري. نعيمه السيسي واحده من الاعلاميات في قناه حنبا وقت كان مشرف عليه صالح القادري، معنا بالتليفون نعيمه. نعيمه اهلا بك. السلام عليكم ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك نعيمه. دونك ما فما سؤال ظهر لي، خبر مؤسف قمنا عليه اليوم الناس الكل. البارح حتى قابلنا انا وياك، كنت جبت لي على الموضوع، الله يرحمك. الله يرحمه سلام. يعني كما قلت انت برشا كلام ما ينجمش يوفي حق سي صالح القادري اللي بالحق تعب شويه الفتره الاخرى، واليوم كان وسط المنيه الله يرحمه وينعمه ان شاء الله مصيره الجنه، وان شاء الله معناها اليوم شفنا محبه الناس ليه، شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش الناس الكل تترحم عليه، هذه محبه الناس ليه ان شاء الله على قد محبته يكون الترحم عليه. انسان كبير في كل شيء، كبير في القدر نتاعو، كبير في الطيبه نتاعو، في الاخلاق نتاعو. الحق نحن جينا في 2008 لقناه حنبال، نحن نعرفوه اعلامي قديم كان في الاحد الرياضي في الصحافه، لكن على المستوى الشخصي اكتشفنا الشخص اللي ممتاز اللي بالحق ما نحكي عليه اسلام وما نوافيهش حقه، لانه كانت عنده الطيبه الخاصه، كانت عنده انه يحيط بال وكنا يقول لنا، كان يقول لنا الزملاء ما كانش يقول لنا انه نحن نخدم في القسم الرياضي او ينقص من قيمتنا نحن كصحفيين، عاوننا برشا في برشا حاجات، كان يد المساعده ديما موجوده، اثرنا في برشا من اشياء، كان الانسان والصديق والاب الكبير اللي خدمنا معاه خدمه كبيره، خدمنا معاه في سوا سبور، خدمنا معاه في بالمكشوف، خدمنا معاه في اللي كان الكل اللي كانت اجواء مزيانه برشا مع سي صالح القادري. سي صالح القادري الناس الكل تعرف، اعلامي كبير في جريده الصحافه، من جريده الصحافه للاحد الرياضي، من الاحد الرياضي كذلك القناه حنبال وغيره، ما كانش يحب يقف، يعني حتى كيف خرج من قناه حنبال كان ديما يحب يخدم. انا كنت ديما الحق كنا ديما نروحوا مع بعضنا لان كنا في نفس المكان نسكنوا تقريبا، كان ديما يقول لي حتى ولو كان نوصل انه ناخذ روتريت ما نجمش انا نوقف على الخدمه، لانه ما دام زلت نتنفس، ما دام الرياضه في دمي وهو رياضه في دمه، نعرفوه اللي هو كان اتليت كبير. يعني للي ما يعرفش اسلام، انه سي صالح كان عنده الى حد اللحظه عنده الركور نتاع ال 400 متر ريلي في ازمير 1971، يعني برشا ناس ما تعرفهاش الركور هذا، مازال في البحر الالعاب البحر الابيض المتوسط، برشا عباد ما تعرفهاش. هذا انسان كان اتليت يحب الرياضه ويحب يحب الرياضات الفرديه، وكان مدافع شرس على الرياضات الفرديه. كما قلت لك اسلام راه قد ما نحكي عليه وباقي ما نجمش انه فيها حقه شويه كبيره بالنسبه لنا نحن، ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله معناها متويه كان الجنه. شنو اكيد شنو قعدك في بالك عليه نعيمه؟ اكيد خدمتوا مع بعضكم برشا في قناه حنبال، من الحاجات المعروف عليه يقولوا يعاون برشا الصغار خاصه. هذا اللي قلت لك، يعني هو كانت عنده لا ريغور تاعو في الخدمه بالحق، قد ما نحكي لك معناها نجم نروحوا الاربع نتاع الصباح، سي صالح يقوم السته نتاع الصباح، الخمسه نتاع الصباح تلقاه موجود معناها في قناه حنبال. الخدمه كانت عنده حاجه مقدسه، هذاك اللي علمنا الريغور، علمنا ان الخدمه راهي قبل كل شيء، قبل في حياتك ما تعمل برشا حاجات، راهو خدمتك يلزمك تخدمها بضمير. كان يعاون بالباهي برشا، يعني حتى من لي جون اللي يدخلوا، قداش عندنا معناها ناس جات عمل ديستاج وخرجت، اي انسان يخرج يقول لك معناها اكثر انسان عاوني في البلاصه هذيك في المكان هذيك في قناه حنبال يقول لك هو صالح القادري. بالحق يا اسلام اني نتكلم، لكن ما زلت مانيش مستوعبه اللي سي صالح ما عادش باش انا كنت كلمته في العيد، بعث له ميساج وقلت له عيدك مبروك. الله غالب هذا الفيروس اللعين اللي بالحق قاعد يهز في اشخاص اللي نحن مازلنا محتاجينه سي صالح، خاصه نحن داخلين على العاب اولى
الأولمبية، وشخص كيما سي صالح القادري بالخبرة نتاعو بكل ما فيه هو من الرياضة هذه، من الرياضات الفردية وكل ما عنده هو، مازال مستحقينه، لكن هذيك هي الحياة. هو ظهر لي نعيمة، هو ظهر لي نعيمة كان يحضر في برنامج في تلفزيون تي في اسمه 2021، ظهر لي خاص بالألعاب الأولمبية. هذا هو، كنا شفنا له فيديو ومعناها تشوف، شفت معناها حتى ولو يكبر بيك السن وتمشي، لكن ديما يبقى فيك الشغف، راك انك تحب تواصل، وانك مادام ما زلت تتنفس، ما ذاك اللي كان يقولوا لي، مادام ما زلت نتنفس، مادام ما زلت عندي مناعتي. اكيد ربي يرحمه ان شاء الله، ان شاء الله. رجل طيب سي صالح القادري، الله يرحمه ان شاء الله، قدم برشا للاعلام التونسي. شكرا لك نعيم اساسي، حبينا نقولوا لمسه وفاه، ولو ما تكفيش حقه الرجل هذا، ان شاء الله اكيد نقولوا للتونس الكل في العالم الكل اللي يسمعوا فينا، رد بالكم على رواحكم الفيروس هذا، ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل منه، ربي يعافينا منه. فاصل، فما مكملين في بلاي حتى لما تفهموا.